عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم تسلم عليك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. عندك؟ لا عندك إلا. السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نعيد ونكرر ونذكر في الوقف، في التحدي اللي احنا عايشينه احنا والمتابعين والزملاء، الوقف وتكملة الوقف وغلاقه. الحين وصلنا تقريبا ل 22 او 23% نسبة طيبة، نطمع ان شاء الله ونطمح ان احنا نقفل ان شاء الله نسب اكبر، ونحاول ان احنا يعني ليه ما نطمح ان احنا نقفل بعد، نقفل الوقف هذا ونبدا بغيره، نسن سنة حسنة لنا ولمن بعدنا، يعني نصير من اوائل الناس اللي قفلوا وقف وبداوا في وقف ثاني. فالله الله في الحث على هذا الوقف، ترى المبالغ بسيطة والفرصة عظيمة، متى ما استشعر الشخص الفرصة هذه وعظمتها صدقني انه بيبذل الغالي والنفيس عشان ما يفوت هذه الفرصة. احنا ما قصرنا، لا احنا ولا السفراء اللي قبلنا ولا اللي بيجون بعدنا، ومهما نبذل لهذا الوقف فبنظل مقصرين، ولكن الله الله بالحث مثل ما قلت، وبارك الله فيكم. تقبل الله منكم ومننا صالح الاعمال، يعطيك العافية يا اخوي فلاح. نرجع ونقول يا شباب، وقف الصدقة الجارية استكمالا لكلام فلاح، إن ما تصدقت ولا ما قدرت، رغم أن الجميع يقدر، لو على هلالات تقدر، لو على أي شيء تقدر. والله العظيم يا بنا، أن تشتري القهوة وتشتري المنديل وتشتري السجادة كلها مبالغ، المبالغ هذه لو تخصص منه لو نص ريال لو ربع ريال على مدى شهر تبي تطلع لك المبلغ، فلو تجمع طال عمرك والتبرع به هذه فايدة لك. إما قدرت قلنا كل السبل راحت عليك، فانشر والدال على الخير كفاعله، والصدقة والله العظيم له فضائل عظيمة، وتبارك وتزيد ولا ينقص مالا من صدقة. هذا أنا نرجع ونقول للي ما يقدر أو أنه ما عنده أي شيء يعني ينشر، عندها مفطار صائم، وقف الصدقة الجارية بالبلد الحرام أطهر بقاع الأرض كله، عندها مفطار صائم، عندها كفالة أيتام، عندها العديد من الأشياء، فانشروا اللي ما يستطيع ينشر والدال على الخير كفاعله، وجزاكم الله خير ولا تنسون وردكم.